ديالك غادي نطلق حيت ما كانتش لارج ليماج كان دابا ما تدبر في اي عيد وطني اي مناسبه خصك ها إذن على بركة الله مشاهدي قناة شوف تي في صباح الخير عليكم. نهاية أسبوع سعيدة للجميع إن شاء الله بمناسبة الذكرى 63 للزيارة المسجلة بمداد من ذهب في الذاكرة التاريخية للمملكة المغربية الشريفة. الزيارة اللي كان قام بها جلالة المغفور له الملك محمد الخامس لمحمد الغزلان اللي ربما دازت لها 3 ايام. هذا الشاب اللي هو سنه اولى في الجامعه باغي يتكلم في هذا الموضوع، هو نقدموه الاسم ديالو مولاي رزق كمال القادري الشرقاوي سفير دولي، سفير سلام دولي، رئيس مجلس الطفل والشباب للحركه من اجل التواصل والتربيه على المواطنه لمغاربة العالم داخل وخارج المملكة الشريفة، رئيس لجنة الطفل والشباب للمنتدى المغربي الدولي للشباب الوطني داخل وخارج المملكة الشريفة، عضو بهيئة الشباب الملكي الشريف، مندوب دولي لمنظمة دولية، مستشار الرابطة الصوفية المحمدية. سبع المراسيب اخويا هذا ماشي وحده. اذا على بركة الله قدم راسك وتفضل. رزق كمال الشرقاوي رئيس مجلس الطفل والشباب للحركة من أجل التواصل الطبي المطأنة لمغاربة العالم، وسفير سلام دولي معتمد من طرف الأكاديمية الدولية سفراء السلام تابع لهيئة الأمم المتحدة بالمملكة الأردنية الشقيقة وغيرها من المهام التي تنص على خدمة وطننا الحبيب. اليوم شنو مناسبة الذكرى 63 للزيارة الميمونة التي قام بها صاحب جلالة الملك محمد السادس رحمه الله لمحامي الغزلان، بنا نخلدوا هذه الذاكرة ونفرحوا بها كما كيفرح الشعب المغربي كامل. وحنا جينا نقولوا عليهم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه، أما بعد، يخلد الشعب المغربي الأبي الذكرى 63 للزيارة المسجلة بمداد من ذهب في الذاكرة التاريخية للمملكة المغربية الشريفة التي قام بها قائد الأمة وضامن وحدتها وبطل التحرير جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه وأكرم مثواه لمحاميد الغزلان بإقليم زاغورة يوم 25 من شهر فبراير من سنة 1958. وتم في هذه الزيارة الميمونة المباركة استقبال شيوخ وممثلي ووجهاء القبائل الصحراوية لتجديد البيعة والولاء لجلالته. إنه بتخليد هذه الذكرى الراسخة في أذهان الشعب المغربي نستحضر ملكا عظيم مجاهد ومثابر في بناء بلد مستقل هو جلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه وأكرم مثواه، وذلك بفضل ما كان يتمتع به من حنكة سياسية عالية وغيرة وطنية راسخة والثبات على المبادئ السامية. ويأتي هذا
إنه بتخليد هذه الذكرى الراسخة في أذهان الشعب المغربي نستحضر مسار ملك عظيم، مجاهد ومثابر في بناء بلد مستقل، وجلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه، وذلك بفضل ما كان يتمتع به من حنكة سياسية عالية وغيرة وطنية راسخة وثبات على المبادئ السامية. ويأتي تخليد هذه الذكرى الغراء متزامنا مع ذكرى وفاته العطرة التي كانت تمثل خسارة كبرى للمغاربة وفقدا غاليا لأبي الأمة في باب الجهاد والبطولة ودحر المستمر للأعداء للمستعمر الغاشم. قد سطر التاريخ مواقفه بمداد من ذهب، وأصبح يمثل مدرسة واقعية وأصبح يسطر مدرسة واقعية في سجل النضال والصمود والتحدي. فكانت هذه الزيارة نقطة ومحطة ملهمة ومهمة تضاف إلى سجلات ومدونات للاحتفاء المتواصل بالتاريخ المجيد للمملكة العلوية الشريفة. وقد كادت هذه الزيارة الملكية الميمونة وقد أكدت هذه الزيارة الملكية الميمونة عن العزم الصارم والإرادة الصادقة للشعب المغربي الأبي في ظل العرش العلوي المجيد وقيادته الرشيدة لاستكمال حريته ونيل استقلاله، وكذلك حرصه على استرجاع أراضيه المغتصبة. وهذا ما عبر عنه بشكل صريح جلالة المغفور له محمد الخامس قدس الله روحه في خطابه السامي إلى سكان محامي الغزلان ومن خلالهم إلى الأمة المغربية والعالم أجمع، حيث قال: سنواصل العمل بكل ما في وسعنا لاسترجاع صحرائنا وكل ما هو ثابت لمملكتنا بحكم التاريخ ورغبات السكان، وهكذا نحافظ على الأمانة التي أخذنا أنفسنا بتأديتها كاملة غير ناقصة. قال أيضا في خطابه بعرباوة يوم 16 فبراير من سنة 1958: وإن مجيئنا الرمزي إلى هذا المكان ليأذن بأنه إلى هذا المكان يأذن بأنه الجغرافي يأذن بأنه لن يبقى بعده شمال ولا جنوب إلا في الاصطلاح الجغرافي العادي، وسيكون هناك فقط المغرب الموحد. إن هذه الزيارة الملكية الميمونة تعتبر تعبيرا مهما عن الأواصر المتينة التي تربط الشعب بالعرش العلوي المجيد منذ قرون متعددة، والتي يجمعها شعار الكفاح وخوض في الغمار الدفاع عن المقدسات والثوابت الوطنية المقدسة حتى طرد المحتل الغاشم. وقد كشف وارث سره الأمجد ورفيقه في الكفاح الوطني والمنفى جلالة المغفور له الحسن الثاني أكرم الله نزله وقدس الله روحه عند زيارته الكريمة إلى محاميد الغزلان عند زيارة المجيدة لمحاميد الغزلان يوم 11 من شهر أبريل من سنة 1981 في خطابه السامي بالمناسبة عن المضامين السياسية الحكيمة للزيارة السابقة لوالده المنعم وعن القيم والدلالات التاريخية العميقة التي يشير ويرمز إليها هذا الحدث الوطني المجيد، حيث قال جلالته رضوان الله عليه مخاطبا سكان محاميد الغزلان: إن الذاكرة ترجع بنا إلى سنة 1958 حينما زاركم والدنا المنعم محمد الخامس، وإننا نذكر تلك الزيارة باعتزاز وتأثر، ونذكرها باعتزاز لأن من هنا انطلق انطلق ولأن من هنا انطلق صوته رحمة الله عليه مطالبا باسترجاع الأراضي المغربية حتى تتمت الوحدة الوطنية، ونذكرها بتأثر لأنها لم تكن صيحة في واد
بل كانت نداء أعظم، نداء وجد أعظم، وجد أعظم صدى، وكان درسا في السياسة والصبر والمصابرة. ها نحن اليوم نجني ثماره، وفي الأخير نغتنم هذه المناسبة السنية ونحن في غمرة احتفالات الشعب المغربي، قاطبة من طنجة إلى الجويرة في أجواء طافحة بمشاعر الحماس والإكبار، بالذكرى 63 للزيارة الميمونة لجلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه لمحاميد الغزلان، لكي نعبر لجلالة الملك محمد السادس نصره الله عن تعلقنا الدائم بأهداب العرش العلوي المجيد، وتجندنا الدائم في كل وقت وحين للدفاع عن مكتسباتنا الوطنية، وحدتنا الترابية، وبذل الغالي والنفيس من أجل صيانتها والدود عن حماية مقدساتها. سلينا. الحمد لله. قول لي نسالي كتكتب نسالي كت وي كل شيء كنديرو الحمد لله. وشنو الرسالة ديالك للشباب؟ هاد الشيء كامل كنسعى به إلى ترسيخ قيم الوطنية الصادقة في أنفس الشباب. وشنو الرأي ديالك في الشباب حاليا اللي ما عندهمش مثلا فكرة على هاد الزيارة؟ ما يجب كيبحثش عليهم الاهتمام بكل ما يعني في ذاكرة تاريخنا، لأن تاريخنا غني يعني بالملاحم الوطنية الكبرى التي تجسد قيم الوطنية التي كانت تتجلى في أجدادنا رحمة الله عليهم، وهي الآن إن شاء الله معنا. شنو النصيحة اللي تبغى تقدم للشباب في بعد التخرج؟ نعم، من الضروري على الشباب يعني أن يجتنبوا كل ما سيضرهم سواء حاليا أو مستقبلا، لا من ناحية يعني المخدرات ولا يعني داكشي. اللي ما غاديش يفيد. نعم صحيح. نعم، ويهتموا بالتاريخ ديالهم، حتى التاريخ ديالهم غني كما قلت بالملاحم الكبرى وبالذكر. الأقل يعني غير يقراو، بالنسبة اللي ما خدامش مثلا ولا خرج من الدراسة، على الأقل غير كتاب يستافد منه. كل شيء يستافد، كتاب كل شيء يستافد منه. إذا مشاهدي قناة شوف تي في، صراحة برافو عليه، لأنه في ولو أنه سنة أولى في الجامعة، يعني باش تكتب هاد الأسطر كاملين وتكون بحثتي وعرفتي بأن اليوم 3 أيام اللي مرات على ذكرى زيارة المغفور له محمد الخامس لمحامي الغزلان، وكنقارن بحال الشباب المغربي للأسف اللي كاين اللي مسكين ستيلو ما يعرفش يكتب حتى الاسم ديالو، كاين اللي ما عارفش التاريخ ديال البلاد ديالو، كاين اللي ناسي راسو. فهذه مناسبة يعني على الأقل ملي كنشوفو شاب من الشباب المغاربة كيحاول يذكر بهاد الذكرى ديال زيارة المغفور له محمد الخامس لمحامي الغزلان. فنقول له هنا برافو، تبارك الله عليك صراحة، ونتمناو يعني من الشباب، لأن اللي كنقرا حتى من التعليقات كاينين الناس للأسف في الكسبة ما كيعرفش يوصل الرسالة ديالو، كاين اللي كينتقد، كاين اللي بالعكس شي حاجة زوينة. يعني باش نذكر واحد المرحلة من مراحل من تاريخ المغرب، والسن مازال صغير، فبرافو عليه صراحة، ونتمناو حتى من الشباب الآخر شوية تعمقوا في التاريخ ديال بلادهم، ماشي غير البلية، ماشي غير يعني التفاهة، ماشي غير شوية التاريخ والدراسة، الواحد يبحث ويعرف اشنو كاين. فانا نقول لك انا شخصيا شابو لك، شو السبب الوطن، برافو لك، تبارك الله عليكم ونهاركم مبروك.